هلا هلا يا حلوين، أنا ماريو واليوم راح آخذكم جولة قونية، فخليكم وياي. ويلا نروح. I used to believe we were burning at the edge of something beautiful, something beautiful. Selling a dream, smoking mirrors keep us waiting on a miracle. وبما أن اليوم هو أول يوم قونية وأني ما أعرف أي شيء هنا، فقلت خلي أصور لكم الوزات والحدائق وكل شيء حلو هنا موجود حتى أخليكم تعرفون قونية أكثر. بس اسمعوا لي صوت المي، الله الله الله، شقد حلو هيك منظر. تتخيلون الجمال؟ يعني هم مي وهم السماء حلوة وشمس طالعة وهمين الجو حيل حلو وأكو بالمي وزات وبط. منظر إن شاء الله يجي يوم وتجربونه. باعوا باعوا شقد حلو، جاي يسبحون وياكلون، وهنا أني همين انطيتهم أكل، الله شقد حلوات. وهنا أنا صار وياي موقف كلش كلش حلو، انه اني كنت جاي اكل واصور لكم، فاجت علي وزة من ورا وبدت تسحب بهدومي وبقمصلتي لحد ما انطيتها اكل، يلا راحت وعافتني. كانت كلش جوعانة، بس اول ما سحبتني اني كلش تفاجأت، بس همزين ما عطت، يعني تفاجأت حيل صدمت بيها. بعدين عرفت انه هي تريد اكل، فبديت انطيها اكل وخلصت نص اللفة مالتي، بس ما يخالف، بس كان موقف حيل حلو. يلا تعالوا خلينا نصعد على هذا الجسر نشوف شكو موجود ونشوف المنظر من فوق. شوفوا هذا هنا اكو بيت للوز حاطينه والنافورات بكل مكان، وحاطين كل تقريبا بكل زاوية حاطين بيت للوز والبط يصعد بيه على مودينام، وهذا همينا بيت ثاني، وهذا المكان مثل مكتبة موجود، فحتى واحد يقرأ ويباوع على هيجي منظر حلو. خلينا نكمل مشي، خلينا نشوف بعد شكو بالله. شوفوا هذا البيت اللي جاي أقول لكم عليه، وهذاك همينا بيت ثاني. خلي نكمل مشي ونروح لهاي الحديقة اللي موجودة قدامنا، خلي نشوف شكو. هذا الأزرق اللي قدامكم تشوفونه هذا دولفين باتصال عمومي يعني. وهنا أنا مكان قونية أكيد مكتوبة كلش حلوة وكبيرة، وهاي الحديقة كلها من بعيد ويمها جامع، المنظر حيل خرافي كلش كلش حلو. وبعد ما راح احكي شيء اكثر، لانه خلينا نستمتع بصوت المي الحلو. ما تتصورون ايش قد اكو راحة بهذا المكان. بنهاية الفيديو راح احط لكم صور حتى تستمتعون بالمناظر كلها، وين ما اني رحت راح تشوفون اكو صورة.
تكون كلش طبيعية، بس أنا أول مرة أطلع خارج محافظتي وأجي أزور هيك مكانات حلوة، فقلت خلي أشوفكم أنتوا وياي همينة. فشنو رأيكم؟ مع السلامة.